إذن سنتحدث أكثر مع محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد عن آخر التطورات فيما يخص العملات الأجنبية. إذن أماني صباح الخير لك في البداية. يعني تصريحات جيروم باول يمكن هي كانت مفصلية بالنسبة للدولار وأيضا تعاطي العملات الأجنبية معها، كيف تتعاطت الأسواق بشكل عام والكثير من العملات الأجنبية بعد هذه التصريحات للفيدرالي؟ صباح الخير. طبعا يعني كما شاهدنا الدولار الامريكي يتراجع بشكل ملحوظ مقابل اغلب العملات في الوقت الذي يعني يبدا التوقعات بتغيير الفيدرالي الامريكي سياسته النقديه بعد تصريحات محافظ الفيدرالي جيروم باول بالامس، حيث اكد على ان الفيدرالي الامريكي قد يبدا في تقليص وتيره رفع الفائده وقد يبدا من الاجتماع المقبل. الان طبقا لاداه السي ام اي جروب الاسواق تسعر نصف نقطه مئويه فقط لرفع الفائده بواقع 80% يعني في الاجتماع المقبل، وهذا الامر دعم تراجع الدولار الامريكي. مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل 6 عملات رئيسيه عاد دون مستويات ال 106 الان يتداول عند 105، ومع نهايه الشهر الماضي بالامس سجل الدولار الامريكي اسوأ وتيره خساره شهريه منذ 2010. طبعا الان اغلب العملات بدات يعني تتعافى مقابل الدولار الامريكي. نعم نحن ننتظر يعني بيانات اقتصاديه هامه سواء اليوم او بالغد مع صدور بيانات الوظائف الامريكيه، حيث ان بيانات قطاع سوق العمل من اهم القطاعات التي طبعا يراقبها الفيدرالي الامريكي في سياسته النقديه، ولكن بدء محافظ الفيدرالي الامريكي في يعني اعطاء دلائل واشارات على احتمالات تغيير سياسته النقديه يتسبب في تراجع الدولار الامريكي. فحتى لو بيانات سوق العمل جاءت ايجابيه ودعمت ارتفاع الدولار الامريكي على المدى القصير، ولكن نحن نتحدث عن الترقب لتحديد مسار رفع الفائده في 2023، واذا جاء يعني وتيره تصريحات البنك الفيدرالي الامريكي في الاجتماع المقبل حيال مسار رفع الفائده في 2023 كما كان يعني صرحها محافظ البنك بالامس، فستواصل او احتمالات ان يواصل الدولار الامريكي ستزداد خلال الفتره المقبله. نعم، ماذا عن يعني المكاسب التي حققتها عملات اجنبيه اخرى؟ يعني عندما نتحدث عن اليورو، نتحدث عن الفرنك السويسري، يعني كما ارى يعني حتى من ناحيه المؤشرات معظمها يسودها اللون الاخضر، هناك بعض الارتفاعات والمكاسب للكثير من العملات لا سيما حتى في الاقتصادات الناشئه. طبعا يعني كانت الأسواق شبه مستعدة لمثل تلك التصريحات، حيث كانت الأسواق على استعداد كامل أن تتعافى أغلب العملات والسلع والأسهم أن تتعافى مع تغيير او احتمالات تغيير الفيدرالي الامريكي وتيره التشديد النقدي، حتى لو تم رفع الفائده في 2023، ولكنها لن تكون مثل وتيره الرفع القويه التي تسببت في اضرار قويه على اغلب العملات والسلع وعلى الاقتصاد العالمي. حاله التفاؤل الان اصبحت تسود الاسواق، وهو ما يتسبب في ارتفاعات قويه لاغلب العملات مقابل الدولار الامريكي. الان اليورو يعود لمستويات 1.04، الين الياباني دون مستويات 136، وأيضا الجنيه الاسترليني عاد لمستويات 1.21. أغلب العملات تتعافى، أيضا أسواق الأسهم تعافت بشكل ملحوظ بالأمس بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي، ومع استقرار نوعا ما الأوضاع في الصين واحتمالات أن يبدأ يعني الحكومة الصينية أن تبدأ في تخفيف وتيرة يعني الإغلاقات التي استمرت بسبب سياسة كوفيد زيرو، وبالتالي الأسواق الآن تشهد حالة من التفاؤل، وهي ما دعم العملات بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي. وإذا طبعا أثبت الفيدرالي الأمريكي أو أكد على هذا الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع المقبل في ديسمبر، فسيكون هذا داعم قوي لتغيير أغلب العملات اتجاهها العام في 2023. نعم، من ناحية أيضا تفاعل الليرة التركية مع الدولار وخاصة مع بيانات الاقتصاد التركي، كيف ترينها يعني يوما بعد يوم؟
عندما نتحدث عن الاقتصاد التركي او عن الاسواق الناشئه عموما، فتصريحات محافظ الفدرالي الامريكي بالامس نوعا ما ستساهم في استقرار الاسواق الناشئه واستقرار تلك العملات التي تضررت بشكل ملحوظ جدا خلال 2022 مع سياسه الرفع الفائده القوي. الان عندما نتحدث عن البنك المركزي التركي، فبالرغم من ان اغلب البنوك المركزيه الاخرى في الاسواق الناشئه كانت تتبنى وتيره التشديد النقدي، كان البنك المركزي التركي يتبنى السياسة النقدية التوسعية والاستقرار على الفائدة عند مستويات منخفضة، وهو ما تسبب في أو تأكيد البنك المركزي التركي على أنه على استعداد لخفض الفائدة وليس لرفع الفائدة، تسبب طبعا في انهيارات قوية للليرة التركية، خاصة وأن معدلات التضخم في تركيا يعني تستقر عند أعلى مستوياتها القياسية بسبب سياسات خفض الفائدة. الآن بعد تصريحات الفدرالي الأمريكي بالأمس بدأ يعني تلك العملات في التعافي من جديد. عندما نتحدث عن الليرة التركية فهي قد تشهد بعض التعافي الملحوظ مع الاستعداد لتغيير السياسة النقدية وكذلك تغيير أغلب البنوك المركزية سياستهم في 2023. نعم. ولكن أيضا علينا ألا نغفل أن هناك العديد من الضغوطات لا تزال تواجه البنك المركزي التركي أو الاقتصاد التركي، وأهمها طبعا معدلات التضخم والتي تستقر عند أعلى مستوياتها والتي تسبب في الضغط على طبعا الاقتصاد التركي وارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة وابتعاد المستثمرين أو خروج المستثمرين من تلك الدول. شكرا لك أمالي رشيد على كل هذه المعلومات. صباح الخير لك مرة جديدة.